واحد من الشباب عندنا في الطائف زار الجمعية وهو مدخن، زار فرع جمعية كفا وهو مدخن زارها في المدينة، وكان يبغى يبطل الدخان، فقالوا له الدخان مضر والدخان يسبب سرطان ويسبب أمراض. فقال له هذا الإنسان اللي قاعد ينصحه بالجمعية، قال له وانت إذا تركت الدخان من أجل الله يعوضك الله بخير منه. فمسك الدخان والبكت قال يا رب رسولك صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فكسر بكت الدخان وقال يا رب عوضني خيرا منه. تدرون ايش صار لهذا الرجل؟ بعد شهرين او ثلاثة اشهر يعوضها الله ويرزقها الله ويكرمها الله بان جعله يموت ساجدا بين يديه، مات ساجدا لله، عوضها الله سبحانه وتعالى. تدرون ليش مات ساجد؟ لانه قال يا الله، قال يا رب. يلا يا شباب كلنا نقول يا الله بقلب، نقول يا رب بقلب، نعود إلى الله سبحانه وتعالى.